عن جد هاي الطاقية فكرتها جديدة وكتير حلوة، وإذا أنتوا لبستوها كلهم رح ينبسطوا بيسألوكم شو هالاختراع الحلو. طاقية مميزة كتير حلوة. نحن هلأ بسوريا بنقول إنه هذا ريب، أما إخواننا وأخواتنا المصريات بيقولوا بليسيه أو بليسي، ما لي عارفة عنها كيف بيلفظوها بالنسبة لهي الضفيرة. هلأ رح نبدأ مع بعض. هلأ بالنسبة لهون الشغل، الضفيرة عنا 18 غرزة بس احنا رح نضفرن على 16، يعني 8 ب 8. مثل ما لكم شايفين هي غرزة الريب، غرزتين وش، غرزتين مقلوب. هون في عنا هذا الخط، هو فاصل بين النقشة وبين هدول المعينات، ممكن بدكم تعملوا بدكم ما تعملوا. بعدين رح نبدأ نزيد على اطرافه من الطرفين، بدنا نزيد، وهون بالنص كله غراز عدلة او وش. بعدين بنرجع ننقص وبدنا نعمل الضفيرة بنص الشغل ما بين التنقيص والزيادة، الزيادة والتنقيص نعمل الضفيرة وبنرجع نكمل الشغل. تطلع معنا هالنقشة الحلوة او هالغرزة الحلوة. هلأ أنا عم بشتغل على سنارة رقم 4.5 والخيط متوسط بالتخاني. نبدأ أول شيء، هلأ وقت نوصل لهي الغرزة الفاصل بين المربعات أو المعينات والضفيرة منضيف غرزة، منكمل هدول غرزتين، نبدأ غرزتين مقلوب، غرزتين وجه، غرزتين مقلوب، غرزتين عدلة، هلأ اشتغلت أنا 18 غرزة، هلأ هون الغرزة الفاصلة، نعمل لفة نشتغل غرزة وجه ولفة، يعني بالنص نعمل لفتين، لفة قبل غرزة المنتصف وغرزة بعد. نكمل هلأ لآخر السطر بنفس الطريقة اللي عملناها هون. آخر السطر كمان منزيد، نعمل نقلب الخيط، نشتغل غرزة الفاصلة اللي هي هاي، نعمل لفة وثلاثة عدلة يعني وجه، ودور الخلف كل غرزة مثل ما بيكون وضعها بنشتغلها. رح نبدأ هيك شوي بس، 1 2 3، واللفة بنعملها عدلة أو وجه، والغرزة الفاصلة مقلوب، ومنكمل الشغل هيك لآخر السطر. 2 عدلة بلشنا، 2 مقلوب، 2 عدلة و2 مقلوب. منضل هيك منزيد بالمنتصف غرزة من هون غرزة من هون، وبالبداية وبالنهاية كمان هون منزيد غرزات لحتى يصير معنا 5، 1 2 3 4 5 يلي هن هدول. بعدين منوقف بنعمل الضفيرة، يعني ما لا منزيد ولا مننقص، وبنرجع مننقص. هلأ أنا رح أشتغل هاي المسافة ولحط لكم الرابط بصندوق الوصف. هلا بهذا السطر لا منزيد ولا مننقص، بس رح نعمل الضفيرة. هلا بس نوصل منقيم 8 غراز على السنارة، ومنترك أول وحدة مقلوب محطوطة على السنارة. هلا بنشتغل أول غرزة بس، بدنا ننقل. هلا بنستعمل سنارة إضافية من غراز على السنارة، طبعا نترك أول وحدة مقلوب ومننقل 8، 4، 5، 6، 7، 8. هلا 8 رح نعملهم من أمام. هلا أول غرزة من هون بنشتغلها مقلوب، واثنين عدلة وراها، وبعدين 2 مقلوب، وهيك لحتى يخلص. هي مقلوب، رح نشتغلها مقلوب.
ماما مشت ايدها ما بتخلي فاصل بالشغل، ممكن تعملوا مثل ما قلت لكم، اما جت لي امامي يعني جيبي سنارة قدام الشغل او خلفيه لخلف الشغل. غرستين عدلي، غرستين عفا، نترك غرزه بالاخير، بنرجع هدول الغرز. هلا ممكن هون نشتغلها من نفس السناره من الطرف الثاني، بس في ناس ما عندهم هاي السناره المدببه، فنحن رح نرجعهم للسناره نشتغلون من جديد. هلا اول وحده عندنا مقلوب اللي هي هي، بنشتغلها مقلوب، اول غرزه مقلوب، نقلب الخيط، نكفي الشغل، اثنين عدلي وبعدين اثنين مقلوب. هلا عم اشتغل اثنين مقلوب، اثنين عدلي، ودور المقلوب نشتغله كل غرزة مثل ما بتكون. ودور الخلف نشتغله عادي، كل غرزة على حسب موقعها بنعملها. من بعد ما بنعمل الضفيرة أو الجديلة نبدأ ننقص الغرز من هذا المكان وهون ومن هون ومن هون. هلا رح أعمل بس مرحلة واحدة بالتنقيص حتى تعرفوا كيف الطريقة، وبتتابعوا الرابط اللي حطوا لكم اياه بصندوق الوصف. هلا بالنسبه للتنقيص بس ننتبه على الاتجاهات. هلا هدول الغرزتين نشتغلهم بهذا الاتجاه، كمل الشغل، المراحل الأولى بالتنقيص بهذا المعين أو المربع. هلا بقولكم كيف بدنا ننقصهم، بس آخر شي في إله غير طريقة. بنشتغل هدول الاثنين من خلف الشغل بهالطريقة بنشتغلهم، واثنين اللي من هون بناخدهم يعني هيك اثنين مع بعض. بس هلا آخر شي هدول نشتغلهم كلهم كأنهم غرزة واحدة، وممكن لحنا هون نعمل لفة بلفة بعدين ناخد الثلاثة مع بعض هيك. هلأ هيك نكون نقصنا، منكمل الشغل، والغرزتين هدول بدنا ناخدهم مع بعض من الحافة الثانية أو من الجهة الثانية، بناخدهم بطريقة المقلوب. هلا بتشوفوا كيف الطريقة، اشتغل هاي الغرزة الفاصلة، دول الاثنين بنشتغلون هيك من خلف الشغل عشان يتجهوا لهذا الطرف. هي مراحل النقشة والقفة على حسب ما بتكون الغرزة بنشتغل. قد ما بدكم بتشتغلوا طول، لانه ممكن تعملوا انتو للصغار ممكن للكبار. هلا شوفوا انا قد اشتغلت، من حنعد بس الضفاير، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هلا هون احنا في عنا نص ضفيرة، ومن البداية كان في نص. هلا وقت بنطبقهم هيك على بعض ومنخيطهم بصيروا ضفيرة كاملة، هذا النص مع هون وهون. هلا انا هذا هو الطول يلي بدي اشتغل عليه طاقية. هلا رح اختم الشغل بعدين بنشوف شو الخطوة اللي بعد. خليكم معنا، اختموها بأي طريقة انتو بتلاقوها سهلة بالنسبة لكم. انا رح اختمها هيك بهي الطريقة،
منشتغل الغرزة ومنسلت غرزة فوق غرزة هيك لآخر السطر. رح كملها وارجع لكم. الشغلة هي الطاقية في إلها وش وقفها، شايفين؟ هلا نحن عنا هذا الوش لأنه هذا اللي فيه غرزة الوش هاي، ممكن تعملوا قفا انتو بتختاروا، بس أنا رح أعتبر هلا هذا الوجه وهاي كلها الوجه، رح أقلبها هيك وخيطها على القفا، رح خيطها من هون. هلا في حال انتو خيطوها هيك من الجناب رح تطلع معكم طاقية تبع القطة، يعني كمان هي هيك بصير تتخيط، إذا عندكم أطفال تطلع من هون إلى الأدنين تبع القطة تخيطوها كلها. هلا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا رح خيطها هلا من هون ومن هون رح زمها بتصير معنا طاقية. يلا رح نبدأ هلا بالخياطة. أعطيتكم الاحتمالات إنه ممكن تعملوها موديل القطة. بدنا نخيطها بطريقة إنه كل هدول الغراز يمشوا مع بعض أو يتخيطوا مع بعض. انتوا اختاروا الطريقة اللي بتريحكم وخيطوا فيها الشغل. شايفين هلا هدول بدنا نحطهم مع بعض. هي الغرزة مع هي، هدول الغرز العدلة مع بعض، هي الغرزة الثانية وهي هون الغرزة الثانية. هلا غرز المقلوب مع غرزات المقلوب. وهيك رح كفي لآخر السطر. بتخيطوها هيك بهي الطريقة لحتى كل هدول الريب يمشي مع بعض أو البليسيه تمشي مع بعضها. هلأ بقيان آخر جزء، تنتبهوا وينكم تخيطوها على أنو وجه. اختاروا انتو الطريقة اللي بتحبوا تخيطوا فيها. هلا
هلا بدي ادخل الخيط بالشغل. هالطريقة هلا هدول فوتهم بإبرة الكروشيه بقلب الشغل. هون هيك خلصنا الخياط. هذا شكل الطاقية من الخلف. هلا بدنا نبدأ نزمها. فيكن تبدو من أي مكان. حطوا الخيط على طاقين لحتى وقت نشدها ولزام ما ينقطع أو يكون ضعيف. هلا مثل ما كون شايفين منترك غرزة، مناخد الغرزة اللي بعد ترك هاي، منشتغل هون هيك على الحفة، نشتغل هيك على كل الداير. واخر شي منشد الخيط بتزل. رح كمل انا وارجع لكم. شايفين شغلتها سهلة. بتمنى كلكم تشتغلوا وتتمتعوا بالانعم بتمتع فيه. هلا خيطتها كلها على الداير. هلا بنشد الخيط قد ما بنقدر. وبنرجع هيك بنخيطها من قلب الزمات اللي عملناه هون او الزم. حتى ضل الخيط مزموم ما يفلت او يفك. بنخيطها من كل الاتجاهات. طبعا انا هلا عم بشتغل على الخلف على القفا، يعني هذا هو خيط القفا. وبس خلص التخيط رح اقلبه. هذا شكل الطاقية من الخلف. شوفوا قد طلعت حلوة وغريبة. هي كمان بتكون من نفس النقشة، بدال ما نشتغلها على الطول بصير على العرض، كأنه هلا كمان عملتوا فكرة جديدة أو اختراع جديد. شايفين يعني من فكرة واحدة نقدر نعمل كتير نماذج نحنا. إن شاء الله تكون عجبتكم هالفكرة وتشتغلوا مثلها وتتسلوا وتستفادوا. إذا هي الطاقية للرجال ما في داعي تعملوا لها أي إضافات، بس إذا ممكن للأطفال أو للصبايا ممكن تحطوا لها هون كرة أو بونبوني أو زر أو أي شيء. مثلا يكون عندكم كرة صوف أو فرو، كمان لأنه موضة الطابة الفرو عم يحطوها هون هيك كبيرة، ممكن أنتوا كمان تضيفوا هالإضافة هي. إذا عندكم مثل هاي البونبونة، إحنا اشتغلنا واحدة يعني في إلها فيديو، بس هي لك كبيرة ممكن تخيطوها هون. ممكن تحطوها كمان غير لون أو ممكن تعملوها بنفس اللون، يعني أنتوا بتختاروا شو ما بدكم شو بيناسبكم. هاي النقشة كمان ممكن تصير طاقية رجالية أو شبابية وللصبايا وللأطفال. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفكرة وتشتركوا عندي بالقناة، تعملوا لي لايك وتشتركوا بصفحتي على الفيسبوك مشاركات، كمان تابعوا المنتدى اللي بالقناة على اليوتيوب، وفي استطلاع رأي بكل فيديو يا ريت تجاوبوا عليه، وتكونوا دائما متواصلين معي لحتى تعطوني أفكاركم وساعدكم بأي شيء أنتوا بتشتغلوا. وأهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم وإلى اللقاء.